تعرف نفسك؟ عرف نفسك. انا خالد عبد المنعم ابو عزيز. اخ يا اللي جالي النهارده. والله انا كنت جاي بس عشان خاطر الشيخ عمر عبد الرحمن كان في وقفه النهارده عند السفاره الامريكيه عشان يعني ندعي ان هو ربنا يبوك اسف. لكن فوجئت هنا وانا ماشي بحاجات مش مظبوطه. طبعا انت كنت جاي عند الشيخ عمر عند السفاره الامريكيه؟ وانا مروح فوجئت ان الناس بتضرب في الجيش وده الجيش ده ما هو احنا الجيش اهالينا الجيش ده والشرطه دي مهما اخطاوا فخلاص بقى القصه خلصت. وبعدين احنا بنقول ثوره 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 باظت النهارده. ايه ان انا راجل اسلامي اطلع ارقص واتنطط على مسرح واقول بطريقه صوفيه وطريقه عباسيه والكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده. احنا ديننا دين ثابت، دين نبينا محمد في ادب وفي اخلاق. هم نازلين الصوفيين عشان انتوا كسنيه عايزين تقصوهم، هم بيقولوا كده. لا احنا ما بنعملش حاجات من الحاجات دي، كل ده كذب. احنا لا بنهد اضرحه ولا مثلا بنقول كده، لا احنا مالناش في الكلام اللي هم بيقولوه ده، دي كلها ادعاءات كذبه. الراجل السلفي ده راجل مؤدب ومحترم وبيتبع سنه نبيه. ما هو انا ما تتبع ربنا واسيب النبي. يعني ما حصلش ان انتوا هدمتوا فعلا عضوها؟ لا ما حصلش الكلام ده ابدا، واللي بيقول كده كاذب وبيشوه الدين. ستنا عائشه اتهموها بالزنا والعياذ بالله. فدي اتهامات كاذبه. وباذن الله اللي انا بتبشره ان الاسلام قادم 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 يعني.